بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهدى. السلام عليكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فبداية يعني أشكر فضيلة الشيخ عادل أنه دايما ما يشرفني بأن أشاركه ندواته في هذه المحافظة اللي بالفعل يعني بنجد فيها نشاط وبنجد إقبال شديد في الحضور. لكن هو السؤال بقى يمكن الشيخ عادل أدرى بيه والدكتور أحمد، بعد هذا الحضور هل في الجزئية الدكتور أحمد كلمكم عليها دلوقتي، إن إحنا وسيلة إعلاننا الرئيسية أفرادنا وليست الصحف ولا الفضائيات؟ طبعا لا يمكن أن تجد بابا تبلغ فيه كلمة حق ولا تطرقه وتدخله، ولكن هناك يعني أشياء أساسية ومتاحة وأنت تتركها إلى ثانوي غير متاح، صعب جدا. الأساسي هو الدعوة الفردية، لأن يعني الشيخ عادل كلمك على كلام كتير جدا. الراجل العمي سمع إيه من دي؟ ممكن سمع حلقة من دول اللي فيها نقد الإجماع، أو سمع حلقة فلان اللي طعن على البخاري. فأنت ما بيجي لك سمع 3-4 شهوات عايز يسمع جوابهم منك، وبعدين الرابع سمع 5-6 شبهات تانيين. الإخوة بيقولوا، بعض الإخوة قاعد يحصر الشبهات اللي اتقالت في البرامج في الفترة الأخيرة، قال حوالي 200 شبهة. أنت دورك تعرف ال 200 شبهة وردهم. أم الراجل بيجي، الحمد لله رب العالمين، ما زلت بقول إن الحملة إلى الآن ما هزتش ثقة الناس في السنة، ولكن أوجدت وساوس شكوك. لما بيجي لك ما بيقولكش العالم العلامة فلان أو فلان هو دلوقتي اللي هناخد ديننا منه، ممكن نسبة محدودة جدا جدا اللي بتقول كده. معظم الناس بيجي يقولك ألا تردون، ألا تبينون لنا؟ أنت تقول لهم إن شاء الله في قناة هتتعمل وإن شاء الله هنرد فيها. ده أنت تشعر بكده أنك أديت الواجب؟ ده السؤال. لا، أنت ده هذه أمور من فروض الكفايات تتعين في أحوال. ما ظنش في أحوال أشد من اللي احنا فيها. يبقى أنت لازم في ندوة زي دي تحضرها، في مقال تذاكره، هنحيل إلى كتاب تقراه، هتواجه الناس وترد عليه، هيقول لك شبهة ما مرتش عليك قبل كده. هو زميلك في دراسة، زميلك في عمل، جارك، خلاص يعني هتشوفه مرة تانية، تقول له حاضر أرد هذه الشبهة إلى عالمها، وإن شاء الله آتيك بالجواب غدا أو بعد غد. طب أنت مقابله في وسيلة مواصلات، من واجبك تقول له لا، أنت يعني بثفت إلي همك وساوس ألقاها إليك البعض، من واجبك علي هات تليفونك، هات إيميلك، هبعت لك الرد. دون ذلك تكون قد قصرت. لذلك يمكن كموضوعنا النهاردة سأحاول فيه أن أصوغ حوارا مع منكري السنة بأقرب وسيلة يمكن أنت أن تنقلها إلى العام. كأن كتبته في مقال نشر في جريدة الفتح اليوم، سميته كبسولات سريعة في قضية السنة، وهي في رابط منطقي بينها، بس أنا تعمدت إن أخلي كل عنوان مستقل بذاته يعني تخفيفا. يمكن إحنا النهاردة هنحاول نحط الرابط المنطقي، إن الأسئلة ديت في الآخر بتصوغ مناقشة منطقية متكاملة. إحنا عندنا سؤال واحد يخلص المسألة دي، مناقشة مجملة مختصرة جدا وتغنيك عن معرفة التفاصيل.
ومهم جدا تبتدي بيها تثبيت من لعبت في رأسه تلك الوساوس. هنقول من ينكر السنة، سواء بينكر حجيتها من حيث الأساس أو متشكك في ثبوتها، في الآخر يقول البخاري ومسلم وده كله ما لا تثق بيه، نقول له هل تصلي؟ وإذا كنت تصلي هل تصلي صلاتنا هذه أم لا؟ اللي هيقول لا في أي سؤال من الاثنين دول انتهت المناقشة معاه، والحمد لله رب العالمين. مش كده؟ مش ممكن هنناقش في الدين حد لا يفعل أهم واجبات الدين ويبقى جاي يجعل نفسه العالم العلامة والبحر الفهامة؟ طيب، ولا هنناقش حد يصلي صلاة غير صلاة المسلمين. فإذا كان ولا بد أن يقول نعم أصلي، ونعم أصلي تلك الصلاة التي تصلونها، نقول له من أين أتيت بصفة صلاتك؟ صف لنا صلاتك هذه من القرآن وحده كما تزعم. فإن عجز نقول له أنت ارتضيت، إذن أنت لم تأتي بصلاة من القرآن فقط، بل صلاتك أخذتها من ماذا؟ من القرآن والسنة. وهذا في أعظم واجبات الدين العملية. فإذا أنت أقررت بحجية السنة التي تنكرها وأنت واقع في تناقض، اذهب فحله ثم أتي. فإلى أن تفعل هذا، فنحن كما نصلي بصلاة عرفناها من كتب السنة، فسائر أحكامنا من الزكاة والصوم والحج والمعاملات والأخلاق والآداب وحجاب المرأة وحد عورة الرجل وتعريف الربا وما يجري فيه الربا من البيوع، المشاكل اللي مش عاجباهم، اللي هو رايح يطعن في السنة من أجلها، لو أنا طالما قبلت هذه السنة في الصلاة فسأقبلها في غيري. انتهت المناقشة. ممكن من باب النافلة نزود كمان جزئية في المناقشة دي، نقول له طيب خلاص، يعني ده أنا كمان هتنزل معك وأقول صف لنا صلاتك بشرط ألا ترجع إلا إلى القرآن والبخاري ومسلم. فلن يستطيع أن يأتي بهيئة الصلاة كاملة إذا قصر مراجعه على القرآن والبخاري ومسلم. ما أريد هو يطعن في البخاري ومسلم، ده أنت مضطر إلى إثبات المراجع التي دونها. لماذا؟ القرآن فيه أصول الدين والسنة بيان لهذا، والبخاري ومسلم فيها أصول أحاديث السنة التي رواها أعلى الرواة ثقة، ويبقى تفاصيل موجودة في غير البخاري ومسلم مما صح كما سيأتي بيان. فإذا أنت تصلي بصلاة مأخوذة من القرآن ومن البخاري ومن مسلم ومن سائر ما صح في كتب السنة، فكيف قبلت هذا في الصلاة؟ هذا كله بناء على أنه يصلي ويصلي صلاتنا هذه، كيف قبلت هذا في الصلاة ولم تقبله فيما هو دون؟ وهذه مناقشة إجمالية لا تحتاج إلى الدخول في تفاصيل. نناقشه مناقشة فيها شيء من الدخول في التفاصيل. السؤال الأول ولازم نبتدي به، والبداية به تعطي يقين لأصحاب السنة. السؤال في غاية الأهمية، نقول له هل يسع من سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة أن يرده؟ فإن قال نعم انتهت المناقشة. مش كده؟ محتاجين نناقش حد بيدعي أنه لو أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجها لوجه فقال له صلي على الهيئة الفلانية، أو يحرم عليك أن تبيع بالهيئة الفلانية، ثم يقول لا لا يلزمني هذا، هذا يلزم أن نتكلم معه؟ لا.
ولا نظن أحدا من هؤلاء يمكن أن يقول نعم أنه بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والفرض هنا أنه سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بغير إيه؟ واسطة. فأين إيمانه بهذا؟ هو يزعم إيمانه بالقرآن، والقرآن يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخر ما تعرفون من الآيات كثيرة جدا في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قد إذن من معنى شهادة أن محمد رسول الله إثبات حجية السنة، انتهت قضية الحجية بالسؤال ده، وعايزين حد منهم يجاوب إجابة مختلفة. لو جاوب يعني مش عايزين يعني استغفر الله، لا لا نتمنى لأحد أن يكفر بالله، ولكن نقول يعني اللي هيجاوب إجابة مختلفة خالص المشكلة معاه، نتمنى أن يجاوب الإجابة الصحيحة ثم نلزمه بما وراءه. إذن لا ينبغي بعد ما جاوب السؤال ده الإجابة بأنه لا يسع أحد أن يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعه بغير واسطة، ما ينفعش يرجع تاني يقول لي السنة مش حجة والقرآن يكفي. أنا سألتك أهو، ما أنا سألتك سؤال صريح، ما ترجعش تنقض المسألة. فلا يبقى لهم إلا مسألة أنا لم أسمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما سمعته بواسطة. قل له كويس السؤال ده عشان نجاوبه هنحتاج نسأله احنا سؤالين، منتبهين معنا؟ طيب هو الراجل أقر بحجية السنة خلاص، وأنا مش هكلمه تحت العنوان حجية السنة، أنا جبتها له في سؤال مباشر، إمتى سمعت الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ ينفع ترده؟ أكيد هيقول ما ينفعش، لو وإحنا قلنا لو قال ينفع ده سكة تانية. طب خلاص أنت كده أثبتت حجية السنة، إيه مشكلتك بعدها؟ يقول لا أصل أنا السنة لا يجوز له بعد ذلك أن يدعي من مشكلة، إحنا حلينا له مشكلة حجية السنة، ونطق بلسانه إنها إيه؟ حجة. طب فهو يقول لك أنا ما سمعتهاش من النبي صلى الله عليه وسلم. أقول له عايزين سؤالين مهمين جدا جدا. السؤال الأول، أنت في حياتك لا تعتمد إلا في نسبة الأقوال إلى قائليها إلا على السماع المباشر، أم أنك تعتمد على الأخبار؟ وندي مثال للتوضيح. يعني هو جه الصبح كده قرا في الجرنان إن صرف الخبز لن يكون إلا ببطاقة معينة، وإن حدش يشتري من الفرنور. يقول لا والله إلى أن يأتيني وزير التموين يقول لي الكلام ده مباشرة، ولا بيثق في هذا الخبر؟ طيب هو راح الصبح الشغل لقى ورقة، مش بني آدم، ورقة متعلقة في لوحة إعلانات، بس معروف إنه يفتح اللوحة دي مع الإدارة، وفي النهاردة يلزم كذا في زيارة ولا بد من التزام بكذا، يقول لا حتى يأتيني المدير فيخبرني مباشرة. طبعا ممكن تعمل ألف سؤال على هذا المنوال، وكل الأمر يقول لك لا وثقت في الخبر، اعتمدت على الخبر. نقول له ألا يوجد كذابون؟ ألا يوجد مروجي إشاعات؟ يقول نعم. نقول له لماذا لم ترد كل خبر يرد إليك؟ لأنك تعلم أن هناك من يكذب. هل عندك من قاعدة؟ يقول نعم، لابد يقول نعم. نقول له ما هي القاعدة؟ يقول القاعدة فيما يتعلق بالحكومة الجريدة الرسمية. كم واحد بيقرا الجريدة الرسمية؟ ولا واحد. ليه؟ الجريدة الرسمية في مصر هي ايه؟ الوقائع المصرية. ده انت عندك درجة ثقة متاحة انك تجيب الجريدة الرسمية، بتروح لهاش بتقرا الجرائد الحكومية والخاصة. شوف لا ما هي دي مش هتكذب، يعني انت عندك درجة اعلى بس اكتفيت ايه بالاقل. طيب وهكذا في كل حاجة هيبقى عنده معيار، ده يتصدق وده مروج اشاعات. يبقى وصلنا كده ان الحياة قائمة على الاخبار،
وأن وجود الكذابين لا يمنع من تصديق خبر الصادقين، وإلا تعطلت الحياة. تعطلت بمعنى تعطلت، يعني أنت قاضي يجيبوا له واحد عليه 1,000,000 شاهد، أنا عايز إيه؟ أروح أشوف الجريمة اللي هي خلصت. ما لو كده، لو ما طبعا إيه إلزامات، أقعد فنن فيها زي ما أنت عايز، هتصل إنه ما من عاقل على وجه الأرض إلا ولا بد أن يعتمد على الإيه؟ على الأخبار. إذن يبقى هو الذي يسلم معنا بإيه؟ بأن وجود الكذابين لا يقتضي رد الأخبار كلها، وإن لابد من معيار. أقول له طيب السنة مثل ذلك، ولا أنت هتيجي في السنة وتخالف قاعدتك العقلية دي؟ قالوا السنة مثل ذلك، ولكن أين المعيار؟ نقول له طيب خلاص، أنت احنا اتفقنا أن وجود الكذابين لا يعني رد خبر الصادقين، وده المعيار اللي كل الدنيا عاملاه. نقول له لا، احنا في الحديث بقى لم نكتفي بهذا المعيار. يعني لما تلاقي في كتب الحديث في ترجمة أحد رجال الحديث يقولون رجل صالح لم يعهد عليه كذب، يبقى الرجل ده ايه؟ ثقة ولا ضعيف؟ لا ضعيف. رجل صالح لم يعهد عليه كذب، لا يبقى ده ضعيف. ليه؟ زي كده ما اجي ايه؟ ان خير من استأجرت القوي الامين. فيجي حد يسألك فلان عايز يشتغل عندي، تقول له والله هو من جهة الأمانة أمين، وسكت عن الايه؟ عن القوي. يبقى انت دي انت قلت انا هو في شرط من الاثنين والتاني مش عايز اتكلم. هو ده كده بقى، يبقى احنا ما اكتفيناش. انت كل الدنيا دي يقبلون الأخبار إذا قالها من لا يعرف عليه الكذب، لا. هو علماء الحديث قالوا لنا احنا عايزين الحديث يروى برواية العدل الضابط، برواية الثقة عن مثله، حد يثق فيه. كلمة لا فكها تاني، وانا عايزك تجيبها بالترتيب ده كده عشان تتشبع بفكرة الإتقان والضبط والتحقيق. قالوا ثقة لا فكها لعدل ضابط، وارجع فك عدل ديت الى ثلاثة. عدل الوحدان فكها لايه؟ ثلاثة: يفعل الفرائض، يجتنب النواهي، يجتنب خوارم العادات. كنا زمان لما نيجي بلاد زي بلادكم كده لازم نلبس الطاقية. ليه؟ كان العرف وقتها ان عدم لبس الطاقيه من خوارم الايه؟ العادات. والى الان مثلا نروح مطروح يبقى معايا الطاقيه في الشنطه، عشان ما زال عندهم ان انت لو مش لابسها دي ايه؟ من خوارم العادات. يبقى انت بتراعي كمان ايه؟ مش المحرمات بس، ده عشان نقول عليه ايه؟ عدل. فاضل بقى ضابط، قال لك برضه عايزين ثلاث حاجات: قوه حفظي وجوده خطي. لا العلماء قال لك بص عايزين نعرف جودة خطه مش حسن خطه، يعني مش راجل رسيم، لا انا عايز اعرف خط بيتقرا ولا لا، ودقة نظري عشان لما يجي يقرا بعد كده من اللي كتبه. شو الستة دول غير كده مش هنروي عنه حديث، مش هنروي، مش هنصحح حديث هو يرويه. ودي حتة من برضه هم مش واخدين بالهم منها عن عمد او عن جهل، ان في فرق بين ان الحديث يكتب وبين انه يصحح، لان في مرحله انك تكتبه على ما هو عليه، دي درجه. البعض قال انا هعمل المرحله دي ثم انقح ذلك بنفسي او اتركه لمن ورائي ينقحه، فيقوم يجيبوا احاديث غريبه في المعنى او كده، يقول لك اهي ما في كتب السنه. لا انتبه، كاتب الكتاب قال لك ايه؟ انه يجمع ام انه يحقق؟
عندنا البخاري ومسلم أعلى درجة، أعلى درجات التحقيق. يبقى حد عايز يرد السنة بعد الشروط دي يبقى ماشي، عشان بس يبقى منسجم مع نفسه يرد كل خبر يجيله، لأن فيش في الدنيا أخبار اشترط فيها الايه؟ هذه الشروط. يبقى هو بعد ما قال إن السنة حجة، لأنه قال لو سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعه أن يرده، ومش هيبقى قدامه إلا أن يقول بس هي وسطني بغير واسطة. قلت له شوف بقى، أنت كل حياتك قائمة على الوسائط، ولك قاعدة أكيد بتقبل بيها تقول ده خبر صحيح تصح نسبته إلى قائله، اللي قائله ده بقى وزير رئيس اللي، فأنت بتبتدي تتعامل، وهذا خبر لا ده من الإشاعات، هذا لا تصح نسبته إلى قائله، وبالتالي هو والعدم سواء. فعلماء السنة عملوا كده وزيادة. طيب سؤال تاني مكمل، نقول له أنت إذا افترضت أن من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا منه الكلام مباشرة لزمهم أن يتبعوه، طب ليه؟ عشان هم بيقولوا أشهد أن لا أن محمد رسول الله. طب ليه؟ عشان هم بيؤمنوا بالقرآن، والقرآن بيقولوا وما أتاكم رسول فخذوه. السؤال لو أنت بتقول ولكن بعد وفاته وصار النقل بواسطة ولا يوثق بهذه الواسطة، هل نسخت شهادة أن محمد رسول الله؟ هل نسخت تلك الآيات؟ فإن كان حدد لنا الناسخ وحدد لنا تاريخه وقل لنا ماذا تفعل في هذه الآيات، وهل القرآن نزل لهذا الجيل فقط؟ بالمناسبة بعض هؤلاء عنده الجرأة أن يقول هذا والعياذ بالله، وهذا يعني قمة لكن لا يجرؤون. لو السؤال كان بهذه الصراحة والوضوح لا أظن أحد يمكن أن يقول خلافه. طيب يبقى طالما أن الآيات من جهة احنا ألزمناه بما يجري عليه، لو سمحت أخوانا لو حد مصمم يدخل يتفضل، ممكن إخوة يسعوه، معلش يعني الإخوة اللي خارج المسجد بنستأذنهم أن المكان مزدحم، والمكان في الخارج في مكبرات صوت تنقل الكلام، لكن إن كان أحدهم لا تطيب نفسه إلا بالدخول رغم هذا الذي بيناه، أرجو من الإخوة اللي على الباب تسمح له يدخل والإخوة يسعوه ما فيش مشكلة. طيب من جهة تانية عايز أقول له، طيب ممكن واحد أحيانا يقول في الحياة العملية العربيات دي بتمشي بسرعة، ممكن كذا، ممكن يعني يحصل حوادث، هنقول له روعي فيها عوامل امان، ونقعد نشرح بقى الفرامل وانواع الفرامل ومش عارف ايه الفرامل الجديده والوسائد الهوائيه، فهو يقول لا افهم، ولكن مين، هل في جهات اعتمدت هذا الكلام من الناس اللي عندهم خبره يقولوا لنا فعلا ثقوا بان روعي في هذا المنتج عوامل الامان؟ فهو عايز دي ليه؟ لان هو مش هيقدر يدخل معاك في التفاصيل اللي انت عمال تقولها. انا بقول برضو اللي مش فاهم الكلام ده عنده سكة اسهل. ايه السكة الاسهل؟ ان الله تبارك تعالى قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ، وقال مع هذا ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فهنا عرفنا ان الذكر ذكران، القرآن ثم ذكر اخر مبين للذكر الاول، يبقى هذا ذكر وذاك ذكر داخل في قوله تعالى ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. طيب اخبرك الله عز وجل بانه سيحفظ الذكر، النوعين من الذكر الكتاب والسنة، ثم جاء جيل الصحابة وجيل التابعين وكل الأجيال دي وعملوا جهود تلقتها الأمة بالقبول إن هذا كافي لحفظ السنة،
انت مين بيقول لك ان السيارة دي عوامل الامان فيها كفاية؟ المصنع والجمارك. وانت بتقول خلاص تدخل البلد، يعني المصنع ده صاحب مصلحة والجمارك لجنة، واحد اتنين تلاتة. طب انت الامة كلها قالت ان هذه القواعد كافية لحفظ السنة، والله اخبرك قبل هذا ان السنة ستحفظ، مش معقول تكون ضيعت، فلازم تكون حفظت. وكيف حفظ؟ لقينا ان اللي اتعمل هي القواعد دي، يبقى اكيد السنة حفظت. يبقى اذا كان يؤمن بالقرآن فلا بد ان يسلم بان السنة قد حفظت. خلاص خلصت مشكلة الحجية، هو اقر بيها لازم يقر. خلصت مشكلة الايه؟ الواسطة، السند، لانه من جهة حياته قائمة على كده، ان على الاخبار، ولازم من جهة مفيش في الدنيا جهود وضبط كالذي فعله علماء الحديث، ومن جهة اهم من ده كله احنا معانا وعد ان تكون السنة محفوظة، فلازم تكون الجهود دي هي هذا الوعد، لان الوعد لابد ان يكون قد تحقق. طيب مش فاضل له حاجة بقى خالص غير يقول ايه؟ ولكن بعد تطبيق هذه القواعد التي قلتموها وجدنا احاديثا تعارض العقل، واحاديثا تعارض القرآن، واحاديثا يعارض بعضها بعض، وانه قد فات علماء الحديث انهم قعدوا يقولوا العدل الضابط، والعدل ده بيفعل فرائض يجتنب المحرمات ويجتنب خوارم المروءة، والضابط ده رجعنا حفظه وخطه ونظره، قال كل ده مش كفاية، لأنه قد فات المحدثون أن ينظروا في المتن الحديث نفسه، فلعله أن يكون معارضا للعقل أو للقرآن، أو أن تأتي أحاديث يعارض بعضها بعض. نقول له هذا، هل تظن أن الله عز وجل عندما وعدنا بحفظ السنة ترك الأمة 14 قرنا من الزمان وهم غافلون عن هذا العوار الظاهر؟ حتى جاء حد، مش عايزين نقول درجة تعليمه ايه ودرجة معرفته ايه ونحو ذلك، عشان يكتشف هذا العوار، هل هذا يعقل؟ ومع هذا نقول عشان الجزئية دي، قلوا لا، انت لو هتعتبر بقى هذا الكلام مشكلة، ما هذه موجودة في القرآن، مشكلة التوهم المبدئي لوجود مشكلة في التفسير، فهذا أخبر الله تبارك وتعالى عنه، إنما هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. مشكلتك بقى ما رحتش للراسخين في العلم، أو ادعيت رسوخا وأنت لا تعرف أبجديات العلوم. يعني إذن أخبرنا الله أنه قدر وجود متشابه. ممكن واحد يسأل سؤال جانبي، طب لماذا؟ لا، لماذا دي إيه؟ لا تقال فيما يقدره الله إلا من باب معرفة الحكمة. لماذا؟ لأن المتشابه ده هو اللي أخرج لنا العظيم ده، اتمرن فيه الفقهاء، اتعلموا الاجتهاد، يوم لما يجي يخترعوا حاجات جديدة، معاملات مالية جديدة، طرق علاج جديدة، إيجار الأرحام، أطفال الأنابيب، الفقيه تمرن في أنه النص نفسه كان في تشابه، بس محتاج إجراءات يصل بها للإيه؟ إلى التفسير الصحيح. فإذا لو أنت هتيجي تقول لي السنة
أنك توهمت تعارضا مع العقل أو مع القرآن أو تعارضا بين أحاديث بعضها وبعض، وبمجرد هذا الوهم تلقيها وراء ظهرك، للأسف هتضطر تعمل ده مع القرآن. هل تقبل؟ ومعظم شبهاتهم هي مأخوذة كما قال الشيخ علي من كلام الزنادقة في البداية، كانوا بيعملوها على الكتاب والسنة بنفس الأسلوب. وبعدين لما جه بقى الشيعة وغيرهم، بعضهم كان عنده الجرأة الفظيعة فقال عملها على القرآن، وقال وبناء على ذلك حكم بأن القرآن محرف، لكن معظمهم قصر شبهاته على السنة. لكن المسلك مجرد تقول لي هذا متشابه فترده، طبعا تعمل كده في القرآن. طبعا القضية تحتاج تفصيل. نحن نوقن من الأول من حتة إن أي شيء من الوحي، وقد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي شيء من الوحي قرآنا كان أو سنة يستحيل أن يعارض القرآن. يعني أنت الطلبة وهو بيدرس علم رياضيات ويجي له مسألة ويحلها بطريقتين، ينفع الطريقتين يطلعوا نتيجتين مختلفتين طالما ان هي طريقة صحيحة رياضية؟ رياضية انا ليه بديك مثال رياضي انه محكم؟ دي المشكلة بقى، انه هو معروف، لا لازم هو كده تلقائي، او هو كطالب من غير ما يروح لأستاذ ولا اي حاجة حل مسألة بطريقتين طلع نتيجتين مختلفتين يقول في غلطة. مسألة عرضتها على الشرع اعطاك حكم، عرضتها على العقل اعطاك حكم تاني، يبقى في غلطة يا هنا يا هنا. يا اما انت نسبت الى الشرع ما ليس منه، او نسبت الى العقل حكم وهو العقل ما يقولوش. العقل يقول 1+1=2، لكن يجي واحد يقول ايه بقى بيعملوا ايه هما؟ معنى كلامهم في الاخر المسألة التي تحل بطريقة واحدة مسألة خاطئة. ينفع اقول كده؟ يعني مسألة تيجي بدليل الشرع ولكن مفيش دليل عقل، اصل بتتكلم في الغيب والعقل ما شافش الغيب عشان يحكم عليه، الغيب الماضي او الغيب المستقبل، او بتتكلم في حاجة فيها تجربة، العقل ملوش حيلة فيها الا التجربة، قول اجرب كده معاملة لو سمحنا ان النقد يكون سلعة اللي هو الربا، يعني هيجربوا 100 سنة 200 سنة 300 سنة ده طلع له كوارث. طب نيجي نتراجع نقول تشعب، ده اللي بيقولوه النهاردة. لا، ما هو العقل دي مش زي 1+1=2، لا احنا نقطع بان مش هتلاقي حاجة في الشرع تعارض العقل على ان يكون حاجة زي الرياضة كده قطعيات، لكن النظر العقلي قاصر. قاصر بايه؟ بقصور الحواس. تعالى كده النظر العقلي زمان، جيب اعقل اهل الارض وقول له الدنيا فيها ايه، يقول لك ادي ارض وادي سماء وادي شمس وادي قمر. النهارده يقول لك لا، ده البصر ده اللي كان شايفه البصر. النهارده التلسكوب يقول له مجموعات شمسيه ومجرات. طب اذا مش عرفنا كده ان العقل قاصر بقصور الحواس؟ ما تقوليش بقى نظر عقلي تعارض به الشرع. فدي منطبق على القران وعلى السنه، مش على السنه فقط. مسألة بقى ان انا الاقي دليلين ظاهرهما التعارض، ان دليل يعارض العقل لا مستحيل. طب اهو انا بقول لك انه بيعارض العقل، خلاص هنراجع. بس في معظم النماذج اللي قالوها بنلاقيهم نسبوا الى العقل كلام لا يمت للعقل بصلة. هو العقل يقول لك ان مستحيل النائم الميت يتنعم او يعذب، ده غيب. انت رحت انت مت عشان تعرف؟ لا، ده اعجب من كده. ما هو انت بتشوفه في النوم والنائم يرى رؤيا يصر بها يقوم منشرح الصدر، ويرى حلم اخر كابوس يقوم متضايق. مش ده نوع من النعيم ونوع من العذاب؟ يعني انت شفت مثال، ومع هذا انت المفروض موضوع الموت ده اصلا
هو اللي بيموت ما بيعرفش يرجع لنا يقول لنا هو شاف ايه. فانت هنا اخر العقل هنا خلاص. فالقضية ان هو لما يجي يقول حياة القبر معارضة للعقل، نقول له انت الذي تعارض العقل، انت ده جه من الشرع وما جاش في العقل، ما جاش في العقل. يعني العقل لم يتعرض له سلبا ولا ايجابا، دي تفرق عن تقولك ده معارض للعقل. ولك في ادلة ظاهرها التعارض، اما في ايه محكمات وفيه متشابهات، رد هذا الى ذاك. لا ده النبي صلى الله عليه وسلم علم الامه الكلام ده. من امثله هذا قوله صلى الله عليه وسلم: انظر اخاك ظالما او مظلوما. يعني هنا عندنا مثال، الصحابه رضي الله عنهم سمعوا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بغير ايه؟ واسطه. ده اللي لازم تقول فيه باجماع الجميع، سمعنا واطعنا، مفيش كلام بقى ولا في احتمال. ومع هذا الصحابه رضي الله عنهم عمرهم ما يتخيلوا ان الشرع يامرهم بالشيء ونقيضه. سالوا، شوف بقى ايه، تحط تحتها مليون خط. انا لما الاقي الدليلين ظاهرهما التعارض لازم اسال. لو كان في حياه النبي صلى الله عليه وسلم اسال مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. طب بعد وفاته والراسخون في العلم، مش القران قال كده؟ المشكله ما بيعملوش كده. طب الصحابه عملوا ايه؟ عشان اللي بيحاول يقول لنا الصحابه لم ينتبهوا، الامه كلها طبعا، الصحابه واللي بعدهم لغايه ايه مجالنا هؤلاء، مش واخدين بالهم من التعارضات والتناقضات عمالين. لا ده الصحابه خدوا بالهم وعارفين ان لابد من تاويل تاتلف به النصوص، يفسر كل منهما على ضوء الايه؟ الاخر. فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم بقى، قال لهم ايه؟ قالوا: يا رسول الله ننصره ان كان مظلوما، كيف ان كان ظالما؟ قال: تحجزه او تمنعه من ظلمه. تعلمنا كده بقى خلاص. شوف بقى، ادرس بقى فقه من اول كتاب الطهاره لغايه ما تخلص الفقه كله، تلاقي العلماء كان الحديث ده قدامهم بيعملوا زيه. يعني يقول لك ايه؟ حاجه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم فعلها، يبقى اكيد النهي هذا نهي لا يمنع من الفعل. ده نهي الكراهه. انا عايز اعمل الدليلين، افصل الاثنين على ضوء ايه؟ بعض. يامر بشيء ويتركه، هذا نوع من الامر يسمح احيانا بالترك، ده المندوب، وهكذا. فانا زي ما قال بين له هنا، قال: تحجزه او تمنعه. انا مامور بالنصره ومامور بايه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. يبقى لازم ادور على نوع نصره لا يتعارض مع ذي الايه. ده علم كبير، زي ما قال لكم الشيخ عادل صنف فيه الشافعي رحمه الله، صنف فيه ابن قتيبه، صنف فيه الطحاوي، كتب فيه ابن تيميه وابن القيم، وقالوا من شروط اللي يتهاقي انه يتعرض لهذا العلم شروط كتيره، بس هي ملخصها اللي موجود في الايه ايه؟ الراسخون في العلم. طيب دول بقى راسخين في العلم؟ يعني هذا هو الكلام. يبقى ايه المشكله؟ انهم تعرضوا لما لا يحسنون. الموضوع ده مش بتاعهم. مش بنقول ان في حكره على حد بيتولد معاه ختم المراسخ في العلم، بس في حد انه ما يبقاش شبعان متكئ على اريكته، او رايح يدرس الاسلام على ايد اعدائه، او لا، يبقى عشان يبقى راسخ في العلم يدرس العلم ده الى ان يتشبع، ويبقى يعرف حديث كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجمع بين الاحاديث ويحاكيها، ويشوف الصحابه عملوا ايه، ويشوف اللي بعدهم عملوا ايه، الى ان يتعلم هذا. طيب يمكن عشان نختم سؤال غير المناقشة، خلاص كده المناقشة اكتملت معاهم، بس سؤال جانبي بس مفيد جدا. قولوا دلوقتي كل واحد منكم عامل نفسه يعني باحث، على الأقل بلاش نقول الباحث، ده أظن بيرجع لكل ما كتب في الموضوع عشان ما يبتديش من الصفر، فبيرجع وبعدين ينقح وبعدين يطلع بحث. مش معقول واحد باحث
وعمره ما يقول مرجع واحد. يعني هو كل الكلام اللي بيقوله ده من بنات أفكاري، وحي نزل عليه كده لوحده. طيب احنا لو كان كده خلاص، يعني طبعا اي حد بيجي له لحظات تجلي لوحده كده يخليه لوحده، يعني ما يعيشناش معاه الحالة يعني. طيب لا، ده هو باحث وراجع لمراجع، ممكن نعرف اسميها؟ من حقنا عليه. هنلاقي مين بقى؟ ابو ريح. بس يعني حتى ما لا اظن ان هؤلاء يحسنون قراءة كتابات المستشرقين. ده هو بيقرأ الوسيط بينه وبين المستشرقين. طب والمستشرقين بينقلوا منين؟ دي الكارثة. المستشرقين بينقلوا عن الشيعة والخوارج والمعتزلة، بل بينقلوا عن ايه بقى؟ عن الشافعي وابن قتيبة والطحاوي. يعني يروح لكتاب تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة بيرد على شبهة اتقالت في زمان، فيقول الشبهة ويقول ايه؟ الرد، يقوم هو ناقل الشبهة بس. طب ما ده مستشرق، تنتظر ايه منه؟ طب اللي راح اتعلم على ايده ده بيكرر نفس الكارثة؟ طب هو يعرف ان الشبهة دي بألفاظها كده، بنفس الألفاظ اللي هو بيقول، يعني هو، أنا نفسي أعرف، هو حد منهم قاعد يفر البخاري كده؟ راح وقعت عينه على حديث ما عجبوش راح طالع على الحلقة قايله؟ ولا هو درس البخاري؟ سواء درسه يعني متلقيا أو درسه ناقدا. يقول لنا، يقول لنا مثلا أنا عكفت على البخاري 5 سنين، قريته من الجلدة للجلدة، هنسأله مثلا الجلدة لونها إيه؟ ولا نسأله أول حديث في البخاري إيه؟ ولا نسأله هما طب أنت الأبواب يعني فهمت تراجم البخاري في أبوابه ولا لأ؟ طب تفهمه تقول له يعني نعرف أرامي إيه؟ يقول لك أنا قعدت 5 سنين على البخاري عملت دراسة طلعت الحديث دول مش عاجبني. أو يقول أنا رجعت لكتاب ينقد البخاري، لقيته نقد البخاري في الكام حديث دول، طلعت قلتهم، قلت طب قول لنا اسم الكتاب بس. فهي مش عايزين يقولوا ليه؟ زي بقول لك هتلاقي هم 3 4 أشهرهم أبو ريا، هم بينقلوا عنه. وأبو ريا بينقل عن المستشرقين، وكان صريح إن هو بيقول إنه بينقل عنهم، ما كانش مكسوف يعني. والمستشرقين لما ترجع لهم بينقل عن الفرق الضالة، ومش مكسوفين ان هم يقولوا بينكروا بينقلوا عن الفرق الضالة، وبينقلوا عن كتب تأويل مختلف الحديث، ومش مكسوفين يقولوا انهم نقلوا الشبهة دون ان ينقلوا الرد. فيكفي هذا. الامر الثاني، وده سؤال مهم جدا، خلاص طلع علينا واحد من دول قال البخاري فمن دونه من كتب السنة ما ينفعوش، كتب التفاسير مليئة بالإسرائيليات، الفقه الإسلامي تأثر باليهود، خلاص رمينا كتب الحديث والعياذ بالله، يعني ما سمعنا كلام، وكتب الفقه وكتب التفسير، عايزين بقى نصلي. هو طلع مرة يعلمنا الصلاة؟ ما انت دلوقتي شككتني في كل المصادر اللي عندي. انا تعلمت الصلاة متفق السنة؟ لا ما عادش ينفع. طب طب يقول لنا ازاي نصلي؟ طب ازاي نصوم؟ ازاي نحج؟ طب ازاي يعني ازاي نتجوز؟ طب هو لما اتجوز قال ايه يعني مع المأذون، ولا جاب يعني مثلا راح اتجوز على ايد مستشرق؟ يعني هو لازم، هو دلوقتي راجل زعيم اصلاح ديني، فيدينا دين يعني. انت خلاص الدين بتاع يعني ابن تيميه وابن عبد الوهاب طبعا ده يعني ايه، حدث ولا حرج، مش عاجبهم خلاص. طيب طب بتاع ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد؟ لا برضه. طب بتاع البخاري؟ طب بتاع الازهر؟ كل ده مش. طب يا عم انا خلاص رجل مسلم افترض جدلا واقتنعت بكلامك، لو سمحت علمني ديني. فعايزين حد منهم يطلع يعلمنا ديننا، يعني ما يقولش البخاري وحش والائمه الاربعه غلطانين. انا بقول له عايز اتعلم، يعني اطلع قول لي بقى خلاص شكيت في كل ده، علمني حاجة بديلة. أوقف الصلاة لغاية ما حد يعلمني؟ طب مين يعني؟ ادينا معاد مثلا، هتعلمنا الصلاة إن شاء الله الصحيحة سنة كام؟ طب هتعلمنا الصوم الصحيح سنة كام؟ طب أنا عايز أعرف ربنا لما أجي أدعيه مثلا أقول إيه؟
يا رب يا رحمن يا رحيم، ولا اقول ايه بالضبط؟ ما ده كله ده موجود في كتب السنة برضو، ولا استناك؟ بلاش ندعي دلوقتي، بلاش نصوم دلوقتي، بلاش نحج دلوقتي، بلاش نصلي دلوقتي. طيب ما ينقذونا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طبعا كانوا هم بيعرفوا بقى في الأصول وقت الحاجة، بعد ما قلت لي كل اللي معانا ده صفر، طب الحقنا. يعني حد يقول لك ما تاكلش الأكل قدامك ده مسموم، والشرب اللي قدامك ده مسموم، واللي جنبك واللي في البلد التانية كل ده فيه سم، طب حموت ولا انت عندك أكل صحيح؟ فينه؟ بس فالعجب انه مش ممكن يجرؤ يطلع يقول لك دين غير ايه بقى؟ انه يقول لك ما تصدقوش دول اللي فيه جهاد. طبعا احنا عارفين ان هناك من يشوه صورة الجهاد، واحنا بنتصدى لهم بفضل الله تعالى، لان رجعنا للكتاب والسنة وفهم السلف، فعرفنا مجهود مفهوم صحيح للجهاد، عرفنا ان دول مخالفين. طب انت بتقول دول بيشوهوا سوره الجهاد، ايه الجهاد الصح اللي عندك؟ طب احنا الحمد لله عندنا سوره صحيحه. انا نحو ذلك، ذلك حتى يعني من نافره القول ان نشيد بعض الاخوه احيانا، يقول لك ايه؟ انت بتستنكر قتال الحكومات المسلمه، قتال الجيوش المسلمه بدعوى ان في ظلم، حتى لو في ظلم مش لا تقاتل المسلم. اقول لك متى يجاهد السلفيون؟ اقول له انت عامل بالظبط كده زي قرية مثلا ربنا يعني ايه لم يبتليهم بموت احد عدة اشهر، فيطلع عاد يقول لك البلد دي بقى لها كم شهر صليش جنازة ليه؟ اليست صلاة الجنازة من دين الله؟ طيب هي صلاة الجنازة دي لما يبقى فيه ميت، والجهاد لما يبقى فيه من يستحق القتال. فاذا امتى يجاهد السلفيون؟ اذا وجد من يستحق القتال. هل جاهد السلفيون؟ نعم، الحركة السنوسية في ليبيا، والابن باديس في الجزائر، وحتى في فلسطين وغيرها، لما فوجد جهاد ماشي. فيعني فهو عند هو مش عاجبه، مش عاجبه. طبعا احنا بنقول داعش وغيرها فعلا لما عملنا ايه؟ جبنا الجهاد في الدين في الكتاب والسنه، لقينا دول اللي بيعملوا ده ليس جهادا، وده قتال فتنه، وده عدوان. فنقول هذا غير صحيح. هو بقى يعلمنا يعني ان هو هيفضل يقول طب ده غلط كويس، وبرضه الناس اللي بيقولوا لكم دي بدعه مفيش حاجه اسمها بدعه، طب خلاص ماشي يا عم، كل الاعياد دي انت عايزها طيب فين؟ برضه انت استنكرت بعض افعال وبعض اقوال مهما بلغت، هذا بلاش، مش عايز انت تقول ان في بدعه. طب الادله الوارده في ان هناك حقوق خاصه للمسلم، احنا عندنا اصل العدل مع الجميع والبر والاحسان مع الجميع، في حق بقى للمسلم بس، في حاجه اسمها تحيه الاسلام، تحيي بها مين؟ اهل الاسلام، شيء بديهي جدا. الراجل الثاني المشرك ده له طالما غير محارب، يا اما معاهد يا اما مستعمر، لا له عدل وله بر واحسان، عايز اكتر من كده؟ دي تحيه الاسلام. وهو مش عايز الا لما بيقبل وعايز يعمل لك مشكله وخلاص، لان دي تحيه الاسلام، يعني ده حق المسلم على المسلم. طب هو الاخر انت مش هتروح زي ما احد الدعاه قديما اخطا خطا فادح واعتذر عنه، والدنيا انا مش هتروح مثلا بدل تحيه تسبه او تشتمه، لا ابدا. غايه ما هنالك ان تحيه الاسلام لن تحييه بها، ولم تبدأه بالتحية، إذا حي هو رددت عليه مثله. وحتى بعض أهل العلم له كلام في أنك تحيي بغير تحية الإسلام، طالما أنك أنت عايز أنت اللي تبتدي الكلام، ولكن أنت ممكن تبتدي بأي بداية فيها احترام، لأنه ده بينك وبينه عهد أو بينك وبينه ذمة أو غير هذا، أو مش عاجبه الحديث، طب خلاص يعني هنسلم له بكل الحاجات اللي مش عاجبها جدلا. يعني أنت هدمت السنة، هدمت الفقه، هدمت كتب التفسير عشان الكام حكم اللي مش عاجبينه. طب علمنا بقى، بس انت هدمت معاها كل حاجة، هدمت العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة، طب علمنا من غير المراجع دي، ورينا هتعلمنا ايه. الا يعني انا اذكر واحد مستشار كنت ظهرت معاه في برنامج، وبعدين بيقول مبادئ الشريعة الموجودة في الدستور دي ما تستاهلش المعركة ديت.
فالعلمانيين زعلانين منها والإسلاميين فرحانين بيها، لكن لو عرفوا معناها هيعرفوا انها ايه، انها مش تزعلش حد، لان مبادئ الشريعة هي قواعدها الكلية. زي وسكت لحظة كده يدور يستحضر قاعدة، فقال زي الله محبة طبعا يعني. فهو هل ممكن احنا هنوصل لكده؟ يقولوا لنا هيعملوا ايه. يمكن اختم بشيء، معذرة اطلت عليكم، يمكن يعني ايه قاله الدكتور احمد في التقدمة وانا بناء على ذلك بدأت بيه، اختم بيه مرة تانية. الكلام ده لازم كلنا نعرفه وبتفصيل، يمكن ده اختصار بتفصيل، ونتحرك به بين الناس. طيب ممكن نطلع في برنامج فضائي نرد؟ مش قادرين. طب ولو قدرنا هيبقى حاجة إضافية لن تغني عن أن كلنا نتعلم عشان نثبت نفسنا، ونتعلم عشان ننقل الأمر بين الناس. المسألة قتلت بحثا. أتعرفوا أسامي الكتب الموجودة فيها؟ وأنا أكتبها في الجريدة، ويمكن في كتب أخرى أكتر بكتير لكن غير متداولة، سواء في المكتبات المصرية أو غير متداولة على النت، فأعرضت عنها. وإلا فلو عايز تقول كل ما كتب هتلاقي كتابات كتيرة جدا جدا. فخد البسيط وتدرج مع الموضوع، لكن لا تطرق الأمر هكذا. ما بنقول دي من فروض الكفايات، تتعين عند الحاجة، وانتم شايفين الحاجة وانتم شايفين الحجم. وبنقول إلى الآن، إلى الآن بحمد الله الناس بيجي يقول لك ردوا لنا على الشبهات دي، فالناس تتعامل معها على أنها شبهات. أخشى أن نتكاسل إلى أن يقتنع الناس بهذا، وساعتها فليعد كل منا. يمكن الدكتور أحمد مبالغ شوية في مدح المشايخ، وإن احنا مش عارف بنيجي من بلد كذا لبلد كذا، لا يعني كلنا مقصرون. ده أخشى إن الأمر يتحول إلى قناعة، وساعتها كل واحد منا يحضر إجابة أمام الله تبارك وتعالى. يمكن ساعتها هل محاضرتين أو ثلاثة في الأسبوع عملهم الشيخ عادل أو أنا أو مشايخنا، أو مقالة هقدر أقف بها قدام ربنا وقتها أقول عملنا اللي علينا؟ صعب. فضلا عمن جاله الراجل لغاية عنده، زميله في الشغل جاره قال له يا عم الراجل فلان ده بيقول كذا، يقول له إن شاء الله هيبقى في برنامج في قناة فضائية وهيطلع الشيخ يرد، ابقى اسمعه. ده يمكن افرض انت مت، افرض هو مات. لا يعني نضع للامر حساباته ووقته واهميته، ونعرف ان من فضل الله على الانسان، يعني اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك، فاعظم مقام يمكن ان يضعك الله فيه ان تكون منافحا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، وأن يجعلنا من العاملين بكتابه الذابين عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا، استغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.